بقول لك يا بت، انا عايز اقعد مع امك واتكلم معاها بالادب والاصول. ما ينفعش بعد اللي انت عملته المره اللي فاتت ده، لازم تستنى عليها انها تهدى كده وبعدين قول لها اللي انت عايزه كله. ماشي. عملت ايه بقى مع التمرجب ووشي شبه صفيحه السمنه ده؟ طلقتي وهي في خط لازق كده يعني؟ استنى الاقي له حاجه تلكك له عليها عشان يرضى يطلق اصلا. بقول لك يا نوره، انا ما ياكلش معايا جو الحريم ده، اطمو احسن من ناحته يا نوره. هو انت ايه؟ مش مكفيك الفضيحه اللي انت عاملها لي دي كلها؟ فكيف ما تبقى. حاضر، خليه يطلق. بس هي مش جزره وقطمها جحش يعني، اهدى كده. هو مين يا بنت اللي جحش؟ تقصدي ايه؟ بدل ما اطبق لك وشك. انا يا اخويا الجحش، ارتحت. لا، اوعي تقولي على نفسك كده. هو اللي جحش وستين جحش، انما انت بطة قلبي وملكة روحي. اخيرا قلت كلمة حلوة. الكلام الحلو اتخلق عشانك يا بنت. وحش الكلام. ها؟ لا ما تعيش الدور قوي كده. ها؟ يا عيني على الصبر. يلا انا اللي بيجي على سكتي باخده في عشيتي. يلا ايه بياض بال 200 جنيه؟ والله ما معايا حاجة. ماشي. خليش اعملها معاه. بس يا اخشع منك له. في ايه؟ احكي. الواد ده عيل ضفدع وشغال عند بابلو، كان بيغسله العربية وقفش مني عمودين ومش راضي يرجعه. طب بقول لك ايه؟ زق عجلك. تعالى حماد. وبعدين مالك كده حماده؟ مش عاجبني، مقشفر، مع انك عيل مجدع. خد دول يا حماد، صرفهم وهات فلوسهم وهديك غيرهم. تسلم ايدك يا برنس. كنفهم بدل ما تحبسني. حبيبي. يلا زق عجلك حبيبي. انت. ولا. انا بس كل اللي طالبه منكم ان انا استخبى عندكم لفتره مؤقته. ايوه، يعني قد ايه؟ يوم، شهر، سنه؟ وبعدين هتستخبى تستنى ايه؟ استنى بابلو يشد حيله عشان يعرف يحميني. قال جبتك يا عبد المعين تعيني، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعاين. لا، ما بابلو ان شاء الله ربنا هيديله الصحه وهيقوم اللي هو فيه قريب. ده بابلو يا اخويا كان بعتني ليك عشان عايزك تجيب له اخبار كمال بعد ما دخل المستشفى. وكمال بيه دخل المستشفى ليه؟ ده انت شكلك ما تعرفش، ده بيقول انه دخل المستشفى وهيموت. يلا. بقول لك ايه يا دكتور؟ انت لا يا اخويا هتنفع بابلو ولا بابلو هينفع. شوف لك حل تاني غير انك تستنى بابلو يحلها لك. طب يعني على الاقل اصبر شويه لغايه ما اقابل بابلو وهمشي من هنا على طول. الله، حتى لو وافقت هبات معانا فين؟